أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمعلمين أن يؤدوا صلاة الاستسقاء في المدرسة مع الطلاب؟ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلونها للبلد جميعا في مكان واحد ولا يتفرقون، هذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء، أن يجتمعوا جميعا ولا يتفرقون في المدارس وفي البيوت وفي نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.